السلام عليكم إخواني أخواتي. فيديو يوم الأحد. حالة الطقس ضباب كثيف، درجة الحرارة الآن كاين 14 درجة، والساعة 7:30 صباحا. ملي ذكرنا الضباب هذه هي المناسبة نضحكوا شوية، هذه هي المناسبة ديال دوك الإخوان اللي كانوا بغاو يحرقوا السبتة، هذه هي المناسبة باش تحرقوا هنا لكندا. راه كاين ضباب كثيف، دخلوا راه ما كاين اللي غيشوفكم وما شاء الله ما شاء الله. المهم في هذا الفيديو هذا غنعطيكم جوج ديال المعلومات، معلومه اللي قليل ديال الناس عارفينها، وهي حيله ديال الكاري اللي غيكري لك، المضاد اللي غادي يكري لك. ولكن المهم نهضروا في المعلومه الاولى، هي اللي نبداو بها. كاين اخوان والاخوات كيسولوني على اريما. انا قلت لكم بان اريما، برنامج اريما، هو خاص بمقاطعه كيبك فقط، وكياخذ شويه الوقت، كياخذ شويه الوقت، وفيه كثره لي تيست، لي تيست ديال القيام الكيبيكيه، لي تيست ديال الفرونسي، تيست هادي تيست. المهم زياده على لي تيست، انا غنهضر لكم على النقاط اللي بغاو يعرفوا الاصدقاء والصديقات. بالنسبه للنقاط، خصك تجمع 548 نقطه، خصك ديرها في لا بانك دي لا بانك دانتيري ديال اريما. هذوك تتسمى لا بانك دانتيري اريما، هي فين كتجمع النقاط، كيسميوها لا بانك ديال اريما. 548 هذه الا كان عندك يعني كل شيء هو هذاك ناضي، يعني عندك اللغه، عندك كاع داكشي اللي طالبين هو هذاك. الا جبتي اقل منها تتكون صعوبات على حسب رجل مصلحه الهجره، الموظف الهجره على حسب هو اللي تيقرر. الا كانت عندك النقاط مزيانه راك كدوز، وهذا الشيء كيدخل فيه الدبلوم اللي طالبين، يعني الكفاءات اللي طالبين، لان كل حاجه عاطينها النقاط ديالها. والسن ديال اريما، انا قلت لكم كيبيك راه مصعبين شويه، السن ديال اريما هو من 18 عام حتى 42 عام، يعني الا كان عندك من 18 حتى 42 عام يمكن لك انك تدفع في اريما. بينما اونتر اكسبريس السن الاقصى ديالها هو 47 عام. شتي الفرق؟ 5 سنين كنت تدفع الاريما، عندك 5 سنين ناقصه، كنت تدفع الاونتر اكسبريس عندك 7 سنين، يعني مازال عندك الوقت. واونتر اكسبريس خاص بالمقاطعات اللي كتهضر بالانجليزيه، وما كيتعطلش بزاف، وما فيش كثره العراقيل. المعلومة الثانية اللي غنعطيكم، وهو أن ملي تتكون كاري وبغيتي تبدل الدار، لقيتي كرا أخر، لقيتي شي أبارتمون أخرى ولا شي دار أخرى، إلا مشى تمول الدار قال لك غنكتبو الباي عندك في الدار، عندك غادي نكتبو عندك، يعني هذاك الباي هو ذاك العقد ديال الكراء. تيقول لك إلا جي إلا 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 قال لك مول الدار غادي نجي نكتب الباي عندك، عرف بأنه راه باغي يجي يشوف واش نتا كتحافظ على الدار ولا لا. بغى يجي يشوف واش هذيك الدار اللي كنتي كاري فيها واش حافظتي عليها، واش نقيه، واش ما مكرفصاش. هذه راه تيديروها، هذه راه حيله من عند الناس ديال الكراء. الا هما اغلبيه كتكتب عندهم هما في دارهم، اغلبيه كتكتب عندهم في دارهم، ولكن كاينين شي وحدين تيقول لك غنجي عندك نكتبوا الباي عندك في الدار. ملي تيجي عندك الدار كيهندس كما قلت لك الدار واش نقيه واش ما مكرفصاش. وهذا الا كانت نقيه راه كيزعم تيقول هذا راه تيحافظ على الدار، يعني داري ما عندي مناش خاف، ولا ابارتمون ديالي ما عندي مناش نخاف منه. الا شاف دارك مكرفصه راه كيدير لك شي خاويه في عامره، وتيقول لك لا، من بعد تيقول لك واخا دابا نجاوب كل شي حاجه، وكيمشي وكيغير الراي ديالو، وتيقول لك اودي راه تكرات، واخا هي ما مكرياش. علاش؟ لان شافك الدار اللي ساكن فيها انت ما محافظش عليها. هذه غير فكره باش تكون عندكم، يعني الواحد الا كان غيجي مول الدار باغي يتكاتب معاك عندك في دارك، وحاول تجمع دارك وتكون نقيه شويه وما تكرفصهاش. المهم هذه معلومه زايده. يلا نخليكم على خير ان شاء الله. انا قلت نتواصل معكم اليوم الحد، واخا عندي الشغالات ديالي، وقلت نتواصل معكم في هذا الفيديو هذا. يلا نخليكم على خير، وشكرا على المتابعة. السلام عليكم.